هلا بدنا نحسب اول شيء الكوبر لوسز. ايش هي الكوبر لوسز تعريفها؟ ايش الماده المصنوعه من كوبر على فكره في المحرك؟ ايش بالضبط؟ الاسلاك. تمام، الكوندكترز اللي موجودين فالاسلاك. ففي عندي اسلاك بالفيل وفي عندي اسلاك في الارمتشر. فبصير عندي هلا كوبر لوسز في كوبر لوسز بالارمتشر. ايش بتساوي الباور لوسز في ريزيستر؟ معادله اي سكوير ار. اذا عندي هون الكرنت اللي راح يمر في بي ارمتشر، اذا بدك تسميها في البي كوبر ارمتشر، عندي الريتد كرنت تبعتها 170، هذه ات فول لود طبعا مضروبه في 0.06، والبي كوبر تبعت الفيلد بتساوي قديش الكرنت تبع الفيلد؟ 5 امبير مش هيك؟ 170 تربيع في 0.06 بعطيني 1734 واط، و5 تربيع في 50 بعطيني 1250 واط. هذول كلهم لوسز راح يروحوا على شكل ايش؟ حراره. راح تكون حراره في المحرك، راح تكون عندي حراره في الارمتشر السلاك اللي موجوده في الارمتشر، وراح تكون حراره في الفيلد وايندينج اللي موجوده في هذا المحرك. طيب ات فول لود ايش اللوسز تبعت البراشز راح تكون؟ اذا عندي بي براشز ات فول لود او ريتد لود، قديش الكرنت اللي بمر في البراشز؟ 170 مش هيك؟ ايش الفولتج؟ فولتج دروب هاي تعطيني 340 لوس. اذا هذا اللوسز بالنسبه للبراشز. هلا لما اكون ماشي على فول لود ات نو لود، ات نو لود كونديشنز راح يكون اللوسز اللي مبينه عندي هي البي كور زائد بي ميكانيكال. متذكرين الميكانيكال ايش توزعت؟ نوعين. اول بي كور، اول شيء ايش نوع البي كور؟ الكور لوسز. شو يعني كور؟ عمالي بحكي كور، ما بحكي الان عن الاسلاك. عن مين بحكي؟ عن الفيرو ماجنتيك ماتيريال. الفيرو ماجنتيك ماتيريال اللي هي الكور، اللي هي مكونه من جزئين. ايش راح يكونوا الجزئين الرئيسيين تبعون الكور؟ ماشي مضبوط، ادي كارنت لوسز وهيستريسيس. بس هم ايش الجزئين من الدائره؟ الروتر والستيتر. تمام، لان هدول كلهم بكونوا الدائره المغناطيسيه. مش حتى تكتمل الدائره المغناطيسيه عندي الروتر والستيتر او الارمتشر والفيل. فعندي هون راح يكون الكور لوسز. هلا هدول مجموعهم اللوسز اللي راح يصيروا ات نو لود كونديشنز. هلا هو مفترض هون بالسؤال انه عندي هدول 13.2، اذا ضربتها بدي اضربها هون في اي اي مضبوط 240 ات نو لود كونديشنز. دي ماخذ هون 240 مهمل الدروب اللي بيصير على ار اي. خلينا نشوف ايش الدروب اللي بيصير على ار اي. اي اي ار اي قديش؟ اي اي ار اي على 13.2 في 0.06. حد يحسب هذا الرقم قديش بيطلع؟ بدي افرجيكم هذا رقم صغير. قديش تقريبا هذا الرقم؟ 0.792 مقارنة بأي رقم هذا بقارن؟ 240 أو 250، إذا هو صغير جدا. إذا بقدر أعتبر إنه هذا الرقم تقريبا 240 هو نفسه مين؟ هو نفسه إي 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 إنديوس. يعني هذا هون اللي انا عم بحكي لكم اياه هون، انه عمالي بقول انه هي عندي ار اي. انا هاي النقطة ما بقدر اوصل لها حتى اقيسها. مضبوط؟ ليش ما بقدر اوصلها؟ ليش ما بقدر اوصل للنقطة هاي واقيسها؟ يلا يا شباب، محمد رسول، ليش ما بقدر اوصل للنقطة هاي واقيسها؟ هل في نقطة زي هاي النقطة موجودة اقيسها؟ هاي النقطة اللي بقدر اقيسها، هاي النقطة ما بقدر اقيسها، مش هيك؟ لانه هاي المقاومه مش مقاومه لامبت بارامتر، ايش بنسميها؟ ديستريبيوتد. هاي الريزيستنس ديستريبيوتد موزعه في كل الارمتشر، فما في مكان اجي احط هون واقيس. فانا ايش اللي بقدر اقيسه؟ هو هذا. فانا قايس هلا 240، بس هاي النقطه مختلفه عن هاي النقطه. ايش الاختلاف بينهم؟ قديش الفولتج دروب هذا عند هاي الكونديشن؟ 0.7 0.79 من 240 ايش بعتبره؟ مهمل. طيب نسال سؤال ثاني، لو ضربت الكرنت اللي مار هون اي اي
في اي اي او اي اندوست اللي موجوده هون ايش هذا بيمثل؟ باور. اي باور؟ كونفرتد باور. في كونفرتد، شو يعني كونفرتد؟ من الكتريكال لميكانيكال وروح منها كور لوس. اوكي، اذا الكونفرتد باور بالحاله هاي اذا بدك تاخذها بالضبط تقدر تاخذ هاي القيمه، بس هو بالسؤال مهملها. يعني اذا بدك تاخذ 240 ماينس 0.792. طيب سؤال ثاني، هذا شو بذكركم النو لود تيست؟ اوبن سيركت تيست. احسن، تمام. بيشبه الاوبن سيركت تيست، ما حطيناش عليه احنا لود، فشغلناه حتى اقدر اهمل شيء ثاني، اهملت الاشياء الثانيه فقدرت اطلع النو لود لوسز. في حاله الترانسفورمر ليش كنا نعمل الاوبن سيركت تيست؟ عشان ايش اطلع؟ كور، مش هيك؟ الار سي والاكس. اذا هون نفس الشيء عملنا، شوفوا ايش عملنا، عملنا تو اكستريمز. شو الاكستريمز اللي عملناهم؟ هذا الاكستريم ليش اعتبرته اكستريم؟ ايش يعني اكستريم؟ اقصى يعني اقصى. ليش اعتبرته هذا اكستريم؟ لانه اللود فيه صفر. عفوا، لود صفر، فيش لود. وبعدين لما يجينا على النوكت روتر شو عملت؟ منعته انه يتحرك على السرعه الفل، خليت سرعته، اجبرته انه يكون زيرو. فقدرنا من اللوكت روتر شو نطلع؟ طلعنا ار اي، ومن هذا راح اطلع النو لود لوس. اوكي ماشي، واضح؟ هذول بيشبهوا الى حد كبير بيشبهوا الشورت سيت، بس ما بسميهم هو هيك، كانه هذا لوكت روتر تيست نو لود تيست. لما نيجي على الاندكشن ماشين رح نعمل نفس الشيء، بالاندكشن موتور بنعمل لوكت روتر تيست وبنعمل نو لود تيست. اذا بالنو لود تيست رح اعتبر زي ما حكيت بالمثال، هو مش طارح هذول الاثنين من بعض، لو طرحناهم مش رح يفرق كثير. انتم شايفين قديش هاي نسبتها من هاي؟ اقل من نص بالمية، مضبوط؟ كان حوالي 3.1%. اي 0.792 على 240 تطلع اقل من 0.4، تطلع يمكن 3 بالالف، مش هيك؟ او 0.3%. قديش تطلع؟ 3؟ حوالي 3 بالالف، مهمله جدا. فانا بامكاني كان اهمل هاي، هو بالسؤال مهمل هاي. هلا هذا قديش بيطلع الرقم؟ هذا عباره عن باور كونفرتد، بس هاي باور نو لود، ما فيش يوسفول باور عم بعملها، رح تضيع هاي كور وميكانيكال. قديش بيطلع هذول الرقمين؟ 240 في 13.2، واذا اهملنا هاي القطعه الصغيره اللي موجوده هون بيطلع عندي 3168. هذول ايش رح يساووا؟ هذول الكور لوسز اللي هم الايدي كارنت والهستريسز زائد الميكانيكال. طب الميكانيكال ايش تقسم؟ وايندينج وفريكشن. يا سلام، ممتاز. اوكي؟ اذا هاي عندي وايندينج وفريكشن، عندي هون كور لوسز. هل بهمني اقسمهم واشوف واحد من الثاني؟ خلص نعملهم لامبنج. اذا انت مهتم بامكانك تيجي مثلا تقعد تعمل بعض ميكانيكال تيست، انتوا احكوا لي كيف ممكن تقيسوا الميكانيكال الفريكشن والويندج. لو انت دخلت على المختبر قلت لك هي الاجهزه اللي بدك اياها. نعم، شوف الفرق بالتورك. ممكن انت على فكره تمسك بايدك انت تورك وتلف الماشين، مضبوط؟ مش تقدر انت تحسب بدون ما تحط عليها اي كهرباء، مش تقدر تمسك الماشين تاخذ درايف اند من الدرايف اند تبعتها تحط عليه تورك وتشوف قديش التورك اللي بدك تحطه على الماشين حتى توصل ستيدي ستيت كونديشن سبيد. مش هيك؟ مش نقدر نعمل هيك؟ تورك ميتر مثلا، ممكن اجيب تورك ميتر او جهاز يحسب لي التورك، اقدر اطلع الميكانيكال لوسز، احاول اميز الميكانيكال عن الكور لوسز. احنا بالحاله هاي رح شو صار عندي اللوسز هلا اللي صرنا حاسبينهم لحد الان؟ كوبر لوسز للارمشر، كوبر لوسز للفيلد، برشز من هون، وبعدين اجينا حسبنا كور وميكانيكال. طلع لنا اخر شيء اسمه ستري. ستري الاشياء كلها اللي احنا مش عارفينها رح نعتبر، هو بالسؤال معطيني اسيوم ستري لوسز، اظن بعتبرها 1% من الفول لود، 1% اوف فول لود باور. قديش طب الفول لود باور؟ وين الفول لود باور؟ 50. اي وحده؟ 50 هورس باور ممكن، هذه ريتد، بس في طريقه ثانيه انك تطلع نطلعها. ايش بقدر اقول؟ 250 في 170، مش هيك؟ 250 في 175، لانه معتبر يعني معتبر الفول باور اللي داخله على السيستم ضايف ال 5 امبير اللي موجوده هون بالفيلد، مش هاي لوسز كمان هون بتصير. فعندي كانه الفول باور اللي داخله على السيستم بي ان توتال بتساوي 170 زائد 5، هلا ضاربها ب 240 ولا 250؟ 250. هاي صارت الانبوت باور، راح ينطرح منها كل الاشياء الثانيه اللي موجوده هون، بس اول شيء بدي احسب الستري لوسز. اذا هاي قديش بتصير هلا؟ 175 في
250 بيطلع 43 750. هذا الرقم ليش بيختلف عن هذا؟ قديش الرقم اللي فوق؟ تحول ماشي. شو بيطلع معي لما بحوله؟ بيطلع تقريبا 37 مش هيك؟ اضرب في 746 اضربه في 0.746 تقريبا هي بثلاث ارباع. قديش؟ 37 وقديش؟ وثلاثة. تمام. هذا 37 وثلاثة بالعشرة، هذا 43. ليش الاختلاف؟ شو سبب الاختلاف بينهم؟ لأنه هذا input هذاك الأرض. أحسنت، ممتاز، أشكرك. هذا input وهذا output mechanical power. على إيش لازم أبيعك أنا؟ لما نيجي محرك نجيب محرك نقول هذا المحرك 50 horse power، هذا ال useful mechanical power اللي بطلع لي إياه منهم. هلا بنتأكد منها، رح نحسب الإي إيه، نحاول نحسب الإي إيه ونضربها في كارنت ونشوف انه هل هذا فعلا اللي بيطلع معي الكونفرتيف باور. طيب اذا ضل اخر شيء ستري لوسز. ستري لوسز ببساطه شو راح اعمل؟ راح اضرب هذا الرقم في 1%، فبصير عندي بي ستري. ستري هي كل شيء مش قادرين نحدده، مش قادرين نعطيه سبب واضح. اذا راح تكون 1% من 43750، فبعطيني 43.75 واتس. هلا بدي اجمعهم كل الباور الباور اوت، بعد ما اطرح الباور ان اشيل منها كل الاشياء هاي اللي موجوده هون. شو بدي اطرح منها؟ وين الباور ان؟ هاي 43750 - 1734 - 1250 - 340. بعدين صار عندي كونفرتد باور، لسه ما صارش عندي كونفرتد باور لحد اللحظه هاي. هذا كله دفعته كلفته قبل ما احول. هلا راح مني 1734 وين؟ في الاسلاك تبعت الارمشر. راح مني 1250 واط في الفيل، راح مني 340 واط في البرشز، هي حراره كلها راح تتحول لحراره. هلا صار عندي كونفرتد باور، بعد ما عملت كونفرجن للباور راح يروح عندي 3168. هذا طبعا كونفرتد باور ات نو لود، عشان ما تفكروهاش ات فول لود. هاي ات نو لود، لانه من وين جبنا الرقم تبعتها؟ من اللو لود تيست. فراح عندي 3168 وين؟ كور ايدي كارنت وهيستريسيس وكمان ميكانيكال. وبعدين راح عندي 1%